سيدي العزيز، الموضوع لا يتعلق أو ليس هو محور الاهتمام الآني، موضوع التنقلات الأخيرة. الموضوع أكبر من هذا ببعيد بكثير. الموضوع ابتدأ منذ إنشاء المفوضية وبداية عملها في بداية عام 2005. هنالك جهة سياسية قومية حزبية واحدة تسيطر على مقاليد هذا المكتب في كركوك، وكل الانتخابات التي جرت منذ 2005 و2008 و2010 و14، كل العمليات الانتخابية التي جرت في كركوك كلها كان هنالك مشاكل كبيرة وهنالك اعتراضات تفاوتت مستواها، وصلت إلى قمتها في 2018 عندما حدثت عملية من هي تلك الجهة أستاذ حاتم الطائي؟ الواضحة لا معروف للجميع، هي جهة سياسية قومية دائما ما كانت تهضم حق المكونين العربي والكردي، العربي والتركماني. إذا هذه الجهة السياسية أو هذه الجهات السياسية القومية هي التي تسيطر على مكتب كركوك، تديره وكأنما أصبح حكرا. طيب إدارة هل تقصد الحزب الديمقراطي الكردستاني أم تقصد الاتحاد الوطني الكردستاني؟ ليس هذا المهم، المهم انها جهات سياسية. لا هذا مهم استاذ حاتم، ذات سبقة قومية هي التي تسيطر على هذا الموضوع. انا اسف جدا، لكن حتى يعني تكون الامور واضحة والناس تعرف، واكو اجيال ما عاشت الصراعات السياسية ما قبل يعني هذه الانتخابات، فخلي الناس بالصورة يعني. خلينا نتكلم بوضوح، ليش نحكي مشفر يعني ما بين قوسين معذرة، هل هو البارتي ام اليكتي؟ لا نريد أن نتهم جهة سياسية بعينها، لكن الجهتان وما يتبعها من أحزاب دائما ما كانت تدخل في تحالفات انتخابية موحدة. في كل انتخابات هنالك تحالف كردستاني، فإذا الجهتان هما المتهمين الأساسيين في هذا الموضوع. نحن نتكلم عن سيطرة هذه الجهات السياسية على مقاليد الإدارة في مكتب كركوك، والذي هو كنترول العملية الانتخابية. أصبحت مسألة الإدارة حكرا، لا يمكن أن يستلم منصب مدير مكتب كركوك أي موظف من القومية العربية أو التركمانية، يجب أن يكون من القومية الأخرى ولا حتى من المسيحية، يجب أن يكون هذا مع مقياس النزاهة والكفاءة والشفافية، كلها تلغى في سبيل أن يستلم هذا المنصب من تلك القومية. هذا أصبح عرفا سائدا لا يمكن لأحد أن يتلاعب به. نحن في أكثر من مناسبة نحاول أن نطالب أن يكون هنالك تداول لهذا المنصب المهم في مكتب كركوك. نحن نتحدث عن مفردة واحدة، تكلمنا عن العملية السياسية منذ 2005 ولحد الآن. أوج التزوير حدث في 2018، الكل يعلم أن التزوير الذي حدث لا يمكن السكوت عليه، لكن التوازنات السياسية والعملية التي مررت رغم أنف الجميع يعني خلاص مشت الأمور كما هي.